قال عندي نوثة متخبرا صرفت سنغني في ذاك النادي اللي وفرسي ثلاثة نزالة لما تنصف قيض بوسر السيف ذا الولاية الثانية تمثال تتبسة خنشلة ثبات تتلمسان سيدي بلعباس نعامة البيض يقوذ الأغواط أكنت خبرا سرافس تنقني في الذاكنة وجردنت في سنوين نلحم ويولين سطول بوسال ولاية ثانية مسالة الورقلة المنيعة تميمون إن صالح أدرار يقضي الولاية تيندوف سمالة تيم غور ثالوف ثات من غيو ثاني المزينة إلي يسعان 17 نيسو قسان دي العمر يسلاص ليس ذات زيري متفقنا الغيضان سن الدقس تامي وين تسرتيت ميداين ديال لان مجال إزرفان قمدان وسسرن أكنا ديفين الثيدت شهر زاد ولد عزوز يقوذ يمين أبو حيو غانا تستورق ذاكي ثغال أرمي تحشار المجان وسكوكرون ينسلمن ذوذ ماون النوم سازور ذي الفر الأوروب سي ثمان ذا سرغين التكتف القران دي ثمورت السويد سي ثايض سي ثان رصاص غفي المزين لصالة زيريا تصان ظروثي السخوان ثوغا شني مسفانيين دي فرنسا ويبضد الصوت نسان غير ثمورت نتزاير ذا ينسي نتقاني كذارا نتسرثيث اي زيريين السرفو ميالايا اننا في حزب تجمع امل الجزائر تاج نعتبر مقتل الشاب نائل على يد الشرطي الفرنسي خطأ كبير، وهذا ما أكده بنفسه الرئيس الفرنسي، ولكن هذا لم يمنع من إثارة غضب الجالية الجزائرية التي عبرت بطريقتها طبعا من عملية الشغب التي عرفتها العديد من المدن. يأتي هذا الحدث في ظروف تعرف فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بعض الفتور. ماشي غتسان ظروف ثام زوارو ثار ديالين دا تعدي غا في غريضانين سلمان يتسيدي لان ذي ثمورثنا فرنسا ذو ثماوان اورن تسملي لارا ودي شقيقا يراين سي السوالان ذوين خدمن في موران نوملو اي السوالان ذي يال في كل سي زرفان يمدنن تجري ذن تد في خسارين ذي ثو ثاني قردان وتسران تغمو سوسلف نرفض يعني بشدة هذه التجاوزات لكن في نفس الوقت يجب أن تكون ردود أفعالنا حضارية ونترك للعدالة يعني تأخذ مجراها وتعاقب يعني بالقانون هذا التجاوز الخطير في الحقوق والحرية. لو لم يكن هناك الفيديو الذي بين بوضوح الخطأ العمدي للشرطي ربما كانت القضية يعني تغلق بسرعة. على حساب نط نظروين دي تسيلين ذي يلفي كلث ذو تعدي في زرفان يمدن اتفان تد ثموران نوملو اما كان بغنت ذي السريع وتسوين تد الامارس انت ديليا ايميه غيزمرن اذين للثلويث يدرنت اما شان في ذات اورث تفريرا خاسو لما وذماون نتسرثي شنون تفسوث ذي غرار إذا رادو سنفار نوهجي نمس نسوم أكثر ذي غيوانت نصفر ذي الولاية العامة يجي زكان ذي ثمناط نوس نفار نتمريت أمس نسو يتوحسفا نايت وحسف جير أمس نسويا إمن زادي وثنتما يزراد أن نيدوك سدو القديش ويزمر ذي غال غار وسدو القديش أسفدو نسقواسة مينوثة السلمي دلاث ذريم 49 مليارن نور قاع هي لان 120 يمطرحن السيد علي مطمطي وغالي سويا في هذه السفره في مكثر واللي يتم تصنيفها مؤخرا كمنطقه سياحيه وهذا لوجود معلم تاريخي كبير وهو هذا الفندق فندق مكثر اللي يرجع كما نقولوا من السنوات القديمه اكثر من بدايه الاستقلال واللي كان معلم ويزورهم كل بلدان العالم السواح كانوا يجون المكان هذا نظرا للموقع الاستراتيجي تاعو اليوم وعدت الاعتبار لهذا الفندق اللي راه في طور الانجاز وباه نستلموه ان شاء الله في قبل نهايه السنه لان هذا فندق كان زياره تاع السيد الوزير مؤخرا وان كان تدعيم من طرف الدوله مبلغ هام تم رصد مبلغ اكثر من 49 مليار لفندق مكثر هذا الفندق العريق والتاريخي حيث انطلقت الاشغال به سنه 1968 وكان أول دخول له حيز الاستغلال سنة 1972 وانطلقت إعادة التهيئة في مارس 2021
عن ساليس الولاية الطرف عند تغال تبحير ثان قرقور تمان نستعفون توشولين ذي مالين ميتك سوف تقصن تسويلات تكسن الخيقة أذي جينا تورارين إيقوردان ذو ذموان اللمن إشام قاسمي قوي يمين أبوح يري غالين النوغة ما نتوانا تيتساوين اللاغو ذي ثمان يثوغ ثزقين تيزيك زوث فجمع ثالث قرقور غف ثبورثن الولاية الطرف رزون غار غورس الدق سني مزداغت وشولين ذي مرين إيو استعفوغ ذو مراح تسماغين نفلا صدار ذو قسان نلعيب ذو قنادي غفو فارس نتسوس ميغذ لهنا إمي تكسد مضاقن التورارين يقردن. أتيت مع أسرتي وأطفالي إلى هذا الفضاء الجميل الرائع المتميز بولاية الطارف والمعروفة بسحر جمالها وبفضاءاتها الغابية. كما ترون هناك عدة أماكن جيدة، ألعاب للأطفال، مطعم يعني في الهواء طلق. أتيت أنا وعائلة الكريمة إلى هذا المنتزه من أجل السكينة والإطمئنان وراحة البال، لأنه أحسن منتزه في ولاية الطارف من حيث السكينة والإطمئنان العائلي لهذه المنطقة الساحرة. ويدير الزون غار يوان ومضيق فجنان دل فغيغ تسومار ثاذي تجوم مع هيلان يال ولا لان ذا تساوي لثن تورارين اني قردان السيثامة اكن داغان تجومان واستعفوه ومقران في حنان التنزوث اذ يالو ذموان لما نتغلست. وحنا جينا لهذه الغابة باه نجيبوا الولاد تاعنا باه يتفرهدوا باه يلعبوا باه ينحوا على بالهم شوية، بالخصوص راك على بالك بلي هذا وين كملوا فترة الدراسة، هذا وين خرجوا من الامتحانات. معظم عائلات ولاية الطارف كامل تجي تتنزه تجيب ولادها. الله يبارك، حاجة مليحة الولاية تاعنا، ماذا بينا الناس يجوا وماذا بينا يتهلاو فيها والأمن يكون فيها. صرح صرح جميل جيد. ثمان واستعفون قرقور ضم ضيق غورة سزلن تثوشولين ذي الولاية الطرف أكد الدقس نمرين اتسم كانتي دسنر ناس الشباحة غطهوس كيفن وخلاق ذي تساويلات في تفدن السرف سديانا نذي يمدنن. كان نصد ديدون غارثة قراني سلنس مازيق تدنو عارث كلتني ضان غريضة.